مبادرتكم ومجهودكم الصامت، ونعتبروكم كيف اكبر جندي المجهود اللي غرتم احياء. ان شاء الله يمد حياتكم، لانكم تبذلون مجهود كبير في الظل وبشكل صامت، عالم به اللام والانا والاسره والاطفال، وهذا يقدرهكم الاجيال، ويعتبر هذا جزء من ارث وتركه الشهيد والاب محمد عبد العزيز، اللي من يرثنا عنه نحافظوا عليه وننموه عاقبه، ونعودوا اوفياء لعهد الشهداء جميعا، وعلى راسهم هو مشرفكم ومشرفنا كاملين توقيعوا لهذا المرسوم. شكرا جزيلا. هو في انشقاق يعني كبير وعميق يعني يحانيه، نتشرف بوجوده معانا، ونتشرف بشغلتنا ومجهودنا اللي عدلنا في هذه السنوات كامله لانه من اجل القضيه الوطنيه الصحراويه، وتحياتنا له والتوفيق له ان شاء الله في القياس.